وكالة سبوتنيك الروسية تناولت ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة. الوكالة نقلت عن المعلق العسكري للإذاعة أن الجيش الإسرائيلي سيبحث كيف تمكنت طائرة دون الطيار من الطيران والتحليق لمسافة 2100 كيلومتر بين تل أبيب وميناء الحديدة في اليمن، معتبرا هذا الأمر بمثابة فشل في أنظمة الكشف، وهو أمر بالغ الأهمية، لأنه إذا لم يتم اكتشاف الهدف المشتبه به فمن غير الممكن أيضا محاولة اعتراضه. وتلفت الوكالة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بأن هذا يعد خللا خطيرا، ويحتمل مسؤولية الحادث الذي وقع في مدينة تل أبيب، ويوضح أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة دون طيار، وأن الطائرة دون طيار بعيدة المدى حلقت على ارتفاع منخفض وشقت طريقها لساعات طويلة ووصلت من اتجاه البحر وانفجرت في قلب مدينة تل أبيب.